مساء الخير متابعينا متابعي عن مصر، اهلا وسهلا بكم في لايف جديد من داخل محافظة المنيا. والنهارده احنا مع يوسف 16 سنة واحد المبتكرين داخل محافظة المنيا، وانتم عارفين ان محافظة المنيا مليئة بالمخترعين. النهارده احنا معانا شاب صغير 16 سنة لكن عقلية مخترع كبير. هنعرف النهارده من يوسف ابلكيشن جديد او منصه جديده هو عملها، يعني تعب كتير طبعا اكيد، واجتهد كتير وفكر كتير لحد ما عمل منصه تقدر تساعد كل الناس، واول منصه تتعمل باللغه العاميه في مصر ويمكن في العالم العربي كله. النهارده احنا مع يوسف هيحكي لنا اكتر عن المنصه دي، ازاي هتساعد اي حد في اي مكان وانت في بيتك تقدر تعمل كل حاجه، اي معلومات انت عايزها تديها لك بشكل كافي، بيرد عليك روبوت في نفس التوقيت اللي انت بتبعت له فيه الرساله، وبيبعت لك فيه اجابات كافيه ووافيه ومعلومات وافيه عن الحاجه اللي انت عايزها. كمان متاح على هذه المنصه تلخيص كتب، بيقرا التحاليل الطبيه، بيساعدك في اي معلومه بتقف معاك، مقالات، اي حاجه انت بتبحث عنها هتلاقيها في نفس التو وفي نفس اللحظه موجوده قدامك. يعني يوسف يمكن صغير جدا في السن، هنعرف ازاي قدر ان هو يبتكر منصة زي دي، وكمان في مصر يمكن دي اول حد واول حدث يحصل في مصر بالطريقة دي. اللي هنتعرف معاكم فيها على يوسف واكتر ازاي وصل لهذه المنصة اللي بتنافس دول كبرى، والفترة الجاية يعني هو مستني او محتاج بس دعم الدولة اكتر ان هو يكمل في مشروعه. تعالوا نتعرف على يوسف معاكم النهاردة من خلال هذا اللايف. اولا برحب بك يا يوسف معانا، اهلا وسهلا بيك. يعني عرف الناس. انا اسمي يوسف رمضان سيد، انا مواليد محافظة المنيا، سن 16 سنة، داخل تانية سنة السنة دي ان شاء الله. احكي لنا عن مشروعك النهاردة او المنصة اللي انت عملتها اللي كل الناس بتتكلم عنها داخل محافظة المنيا. هو مشروع ذكاء اصطناعي مصري بيتكلم اللغة العربية العامية المصرية، بينفذ خدمات كتير جدا، منها خدمات مالية، خدمات تحليل كتب، تحليل قضايا، مستشارين، يسأل المستشارين المحامين، عامل حسابات مالية، حسابات كيميائية، بيعمل معادلات كيميائية، يوزن معادلات كيميائية ويعمل يحسب الكتلة المولية ويعمل يحل المعادلات الفيزيائية. يعني احنا ممكن نقول كمان ان هو هيساعد طلبة ثانوي الفترة الجاية. اكيد طبعا. في المذاكرة اكتر. اكيد طبعا. حلو جدا. عايزين نعرف ايه حوار التحاليل الطبية، بيقرا ازاي التحاليل الطبية؟ حضرتك انت في خاصية سيتم اضافتها ان شاء الله، انت حضرتك بتدير التحليل ويستخرج الكيان بتاعه ويديك الناتج، لكن خاصية حاليا انت حضرتك بتختار التحليل وتحط رقم النتيجة بتاعته، هو يشرح لك بقى ويديك انت حالتك مرتفع او مظبوط او متوسط او عالي، ولو حضرتك محتاج نشاط غذائي نظام غذائي معين، لو حضرتك محتاج خطة رياضية بيعملها لك. طب احنا ممكن نشوف ده بشكل اكتر هنا. اتفضل. حضرتك مثلا عايز تعمل السكر الصائم او سكر تراكم كولسترول اي حاجه، احنا الناس بنستخدم السكر الصائم. تمام. مثلا السكر الصائم بتاعي مثلا 60. يدوس ارسال. هيديني الحاله 60. تكون 60 حاله غير طبيعي. غير طبيعي طبعا الطبيعي من 90 ل 120، انا 60 انا قليل جدا. من هنا بيقول لك ارض اسباني وكذا. يعني هو دلوقتي مديك القيمه والحاله غير طبيعيه، ده نصيحه يقول لك رجع طبيب فورا، ان مفيش نصيحه غذائيه. لكن لو حضرتك مثلا حطيت نظام طبيعي مثلا 100 بس، تمام، هتلاقي يقول لك حاله طبيعيه، حافظ على نمط حاجه صحي، مفيش حاجه تقدر تعملها، حافظ على نمطك حياتك الصحيه طبعا. لو حضرتك السكر التراكمي بقى مثلا 6.2 ده عالي، هيقول لي مرتفع، ودي نصيحه بقى كامله بقى ان دي مش محتاجه طبيب، دي نصيحه عاديه، راجع طبيبك وراجع خطه الاجابه المناسبه. نصيحه غذائيه تبع نظام غذائي منخفض مؤشر نسبه السكر في الدم، زي من تناول البقوليات والحبوب الكامله، نصيحه رياضيه، مارس تمارين هوائيه منتظمه، السباحه او ركوب الدراجات لمده 150 دقيقه اسبوعيا. يعني بيديك مش بس النتيجه بتاعتك، كمان بيقول لك نصيحه، النصيحه انت محتاج ايه. لو حضرتك محتاج حاجه مش محتاج طبيب فوري، لكن حضرتك لو مرتفع جدا او خطر يعني يقول لك لا مفيش نصيحه، حضرتك روح لطبيب فوري. يعني اي تحاليل طبيه انا محتاجاها ان انا اعرف نتيجتها، بيديني هو نصيحه عنها او بيديني النتيجه بتاعتها ايه، ومش محتاجه ان انا اروح لدكتور. اكيد طبعا دي ميزه هتستاهل على الناس، بدل ما يروح استشاري وياخد منهم فلوس كتيره جدا او يطلب منهم مبالغ او عشان يعملوا نظام غذائي او كذا او يعرف حياتهم الصحيه ايه، الروبوت ده بثانيه بتدوس زرار ما ياخدش اكتر من 10 ثواني بيديك الرد اللي حضرتك عايزه. ازاي استفاد اكتر من منصه سميث بيتي؟
ازاي استفاد منها اكتر؟ ممكن تستفاد منها اكتر تاني حضرتك ممكن تتكلم معاه وتطلب منه معلومات عامه واي حاجه سؤال عندك او كده ممكن يجيبه شخصيات عامه امراض يجيب لك ملخص عنها وكل حاجه. تمام لو احنا عايزين نتكلم معاه اكتر وهو يرد علينا تمام نقدر نشغله حالا. تمام مثلا اقول له اهلا انا سامح حضرتك يا فندم اقول له مثلا عايزك تحكي لي عن شخص معين. تمام ممكن حضرتك تختاري اي اسم دلوقتي اي شخص مثلا احمد زويل. ماشي ثواني اشوف حضرتك قاعده بيانات احمد ان شاء الله يكون موجود قاعده بيانات عنه اي شخصيه عنه طبعا اكيد ثواني عشان عيب انترنت بصراحه تمام لنا كل حاجه عن دكتور بالظبط 46 فبراير مات في توفى في العام 2016 علم كيميائي مصري امريكي حصل على جائزه نوبل في الكيمياء سنه كذا كذا اي حاجه انا بطلبها هو بيرد عليا بمنتهى السهوله طبعا اتكلم باللغه العاميه اكيد لو حضرتك عايز تسال عن مرض معين او حاجه تمام طيب نكتب مثلا عن مرض الزهايمر مثلا ماشي مثلا حاضر الزهايمر بسم الله نبتدي هو يجمع معلومات او خرف شيخوخه ومرة التحليل العصبي مش عارف كل حاجه بالظبط ده كانه نظام شات بينك وبين روبوت بس كانه شخص عادي بيتكلم بالظبط يتكلم معاك باللغه العاميه المصريه واي حاجه انت عايزها منه او معلومه كده بتجيبها لك بيرد عليا على طول بنفس تمام. اللحظه بالمعلومات الكافيه انا ناخذ منه نديك لينك على كل المصدر بتاعه المصدر بتاعه جايب المصدر عشان حضرتك طبعا احنا مع ميزه الروبوت بتاعنا ان هو موثوق غير المنصات العالميه طبعا زي جوجل او كده دي منصات غير موثوقه تشات جي بي تي العالمي غير موثوق بانه بيستخدم تعلم عشوائي بيجمع اي معلومه خلاص هي صح او غلط مش بيفرق لكن النموذج بتاعي بيتدرب على المعلومات انا بديها له وانا انا براجعها قبل ما اديها له عشان تبقى معلومه موثوقه 100% ان شاء الله عشان المعلومه تكون موثوقه ايه موجود تاني على الكتب بتاعنا او المنصه بتاعتنا في خدمات كتير جدا في خدمات تحليليه حل الكتب بيحل النصوص ترجم نصوص في خدمات ماليه يعني بتوع الجامعه لو عايزين ملخصات عن الكتب بتاعتهم او كده طبعا مستشارين جنائيين او القضاة اللي عندهم قضية عايزين يحلوها يحلوها عادي يعني كمان بتفيد المحامين بالظبط وفي طلاب اللي هيحلوا زي ما ذكرت المعادلات الفيزيائية والكيميائية بتوع طلبة ثانوية عامة طبعا يبقى هيسهل عليهم كتير في المذاكرة هل يكفي بديلا عن دروس التخصصية التطبيق هنا؟ يكفي في حالة اضافة خاصية الشرح لكن عندنا في خاصية الحل بس بيساعدك في حل لو عندك امتحان او عندك سؤال عايز تتأكد من اجابته وكده بيساعدك في بيساعدك في الحل هو مساعد ذكي وطبيعي وفي خدمات كتير جدا كمان في خدمات ترفيهيه خدمات تنزيل فيديوهات من يوتيوب تحليلات افلام يلخص لك افلام نص ملخص عنها وكل حاجه يديك الفئه العمريه لو حضرتك مثلا تقول له مثلا سن 15 سنه يقول حضرتك انت سنك مناسب للفيلم ده او لا ويرشح لك فيلم بالنسبه للتطبيق او المنصه بتاعتنا دي امنه لكل الاعمار اكيد طبعا من اول 7 سنين لحد اكبر سن ممكن لانه عامل قواعد قيود منع المحتويات الغير اخلاقيه وبيعرض حاجه سليمه جدا يعني هو مناسب من الاطفال والكبار طبعا بالظبط لان حضرتك هنضيف فيه ان شاء الله خاصيه التحدث الصوتي بالمصري هيفهم طيب هتضيف له خاصيه ان هو يتكلم بالعاميه المصريه بالظبط يعني احنا ممكن نتكلم زي ما بكلمك كده بالظبط قول له مثلا يا سبيدي مثلا عايزك تعمل لي كذا عايزك تلخص لي المقال عايزك تترجم لي المقاله دي باي لغه في العالم اي حاجه هسيب المقال واروح انام الحلقه دي تلخصها مش محتاجه تنام حضرتك انت في 5 دقائق في 5 ثواني بالظبط او 6 ثواني بالظبط يكون الكتاب كله بالظبط انه اسمه سبيدي بيتعامل على البيانات السريعه في خواص سريعه حتى انا في التيم بتاعي اللي انا عامله اسمه فاست برو اللي هو برضه بيحدد عن السرعه والجوده خد منك وقت قد ايه عشان تعمل اختراع القرار ده؟ بالظبط 2 شهر خد مني سنه للتعلم وشهرين للتنفيذ سنه تعلم ان انت محاولات وتجمع معلومات وتعلم الذكاء الصناعي وتعلم الاله والديب ليرنينج كان كله ازاي جات لك اصلا فكره الفكره ان انا لاحظت ان المواقع العالميه زي جوجل تشات جي بي تي فيسبوك المواقع دي كلها بتجيب معلومات غير موثوق منها ان هي ببساطه معتمده على ان اي حد في الدنيا يقدر ينشر خبر او مقاله وينتشر
فالمعلومات الزائفه بتنتشر كتير. وكمان هدف برضه ان انا افيد وطني، افيد بلدي. رؤيه الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030، رؤيه التطور ورؤيه التكنولوجيا. لازم طبعا في حجر اساسي جدا اللي هو حجر الذكاء الاصطناعي، وهدف طبعا في دعم من الدوله المصريه لتصويب النموذج وجمع المعلومات. محتاج طبعا اعمل تعاقد مع مراكز بحوث مصريه عشان خاطر اجمع معلومات. يعني انت محتاج الدوله برضه تدعمك في ان انت تطور اكتر. طبعا محتاج تجمعات بيانات قويه عشان يبقى عندي بتاعي في رد كل حاجه. ده هتبقى محتاج ان دعم من الدوله كبير ان انت تقدر الابلكيشن بتاعك او المنصه بتاعتك دي تطلع للنور اكتر. طبعا اكيد تبقى مستخدمه طبعا. واكيد كل الدعم ده هيجي طبعا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعندنا برضو من اهداف المشروع ان اي حد ايا كان اي ما كان وظيفته يقدر يستخدم الروبوت، حتى لو فلاح ما بيعرفش يقرا يتكلم عادي معاه. اي حد يقدر يستخدم الروبوت، اي يعني حد من اي فئه يقدر يستخدم التطبيق ده بمنتهى السهوله. بالظبط، يعني هو مش هيبقى صعب على حد ان هو محتاج ان حد يتكلم بالانجليش او اللغه العربيه الفصحى. خالص ابدا، احنا بنتكلم بلغتنا العاميه. بس هذا لا يقول انه لا، يعني ما يقولش برضو ان هو ما يقدرش يتكلم انجليزي ويتكلم عربي. هو بيتكلم لغه عربيه فصحى بيتكلم انجليزي. بالظبط، بس اللغه العاميه هي الاقوى فيه، هي الاقوى. وده اول ابلكيشن او منصه تتعمل باللغه العاميه. اول منصه ذكاء اصطناعي في العالم تتعامل اللغه العربيه العاميه كامله. تشات جي بي تي وجيمناي وكلام ده بيتكلم، بس بيتكلم لغه غير سويه او غير جيده. لكن ده اول منصه في العالم تتعمل باللغه العاميه. بالظبط، اقدر استخدمها من خارج مصر ولا بتبقى اي حته في العالم؟ اي حته في العالم، في عالم او اي جهاز في اي حته. بالظبط، اقدر استخدمها عادي كده، تبقى متداوله ومنتشره في العالم. طبعا اي جهاز في الدنيا، تليفون، لابتوب، على الانترنت، على التطبيق او كده، باي حاجه. ايه الفرق بين الفيدي النهارده اللي انت عامله وبين جوجل؟ جوجل معلوماته مش موثوقه، انا معلومات موثوقه. جوجل في مفيش خدمات تفاعليه. يعني مثلا لو قلت له انا عايزك مثلا تجيب لي موقعات الصيف شالت من عليه، لو حضرتك مش هيعرف يجيبها لك، عايزه تنزلي فيديوهات، هيقول لي خش مواقع. طب ما انت حضرتك ممكن تدليت دي مواقع وافضل ابحث في مواقع الميزه الحلوه فين، مواقع الاقوى فين، مواقع السيء فين كده. عندك كده بتديك كان واحده بس تحط اللينك ينزل لك، مش محتاج بقى تبحث دور. وكمان في خاصيه يعني ايه، احدث الاخبار من كل المنصات العالميه. انت حضرتك لو كتبت بالعربي عايز خبر كده بيجي لك مصادر عربيه، ولو كتبت بانجليزي كده اجنبيه ما يجيلكش اثنين. لا حضرتك انت كتبت بالعربي وانجليزي بيجي لك الاثنين. انا مثلا كصحفيه مهتمه اكتر بالاخبار والاحداث اللي بتحصل كل يوم. حضرتك تجيب احدث الاخبار في قسم كذا، تحط قسم يجي لك احدث الاخبار في العالم القسم ده. يعني هو مش بس بيفيد فئه معينه المجتمع، لكن هو كل المجتمع طبعا بيفيد كل فئه، سواء في خاصيه مدرس، صحفي، دكتور، مريض، طالب. اكيد طبعا، كل حاجه، كل طبعا اي حتى الاصوات. الاطفال ممكن يستخدموه في التعلم، يكتب مثلا يقول له عايز اعلمه عربي، يقول له حرف الف وينطق له الف ارنب كده، يفضل يتكلم معاه. يعني ممكن الاطفال الصغيرين يبقى مفيد بالنسبه لهم، بدل ما بيمسكوا الحيطان او كده حاجات مش يعني، هنقدر نقول ان هو يقدر يعلمهم كانهم في. طبعا بالظبط، ايوه اكيد طبعا، جميل جدا ان شاء الله. حتى الاطفال الصغيرين حاجه ممكن نربط اصلا ده بنين ان شاء الله. انا متعاقد مع مصالح حكوميه، مؤسسات حكوميه، يعني يستخدم خدمات الذكاء الاصطناعي بتاعتنا في المصالح الحكوميه، وده هيساعد جدا استخدام الخدمات الحكوميه. حضرتك مثلا ممكن مع المجرم الضباط مثلا، ممكن حضرتك معاهم بيانات المجرمين، بيانات المجرم كل حياته وتفاصيل حياته بقى، مش عارفين ممكن يفكر ازاي، ممكن يحطوا بيانات المجرم ده على الزبيدي. بعد ما طبعا تعاقد معاهم، هو الزبيدي يحدد تفكير المجرم وطرق واماكن يروحوا. لا مش كده، انت حضرتك تكلمه بقى عكانك بتكلم المجرم، انه الزبيدي بيفحص تفكير المجرم وكلامه مع الناس وكده، وياخد نسخه طبق الاصل او مماثله للمخ. حضرتك ممكن تتكلم معاه وتفهم منه شويه حاجات ممكن ما تكونش تعرف عقلك الباشا يعرف يعملها. يقدر يساعدنا في حل القضايا الصعبه. اكيد طبعا، طب ده هيبقى طبعا ممتاز جدا. ده لسه ما دي حاجه ما اتفعلتش حتى الان في اي مكان. بالظبط، هي حضرتك عندها متفعله، بس متفعله كنموذج اخرى في المشروع. ان شاء الله لما يجي تنشر المشروع هيتم دمجهم كلهم في مشروع واحد، اللي هو النموذج الاكبر المتطور اكتر. هيتم نشره ان شاء الله اي حد ليه قدرات دي. مع طبعا القدرات الحساسه دي زي الاسم الاستخباراتيه والحاجات دي كلها مش هتبقى اي حد. طب انا لو مثلا عايز اسال على اي منصه تاني عن منصه بتاعتك، ممكن تفيدني؟
مش فاهم حضرتك. يعني مثلا لو انا اسال على مصر جوجل مثلا. اه اكيد طبعا بعد ما يتم النشر هيتم تكتب عن سبيدي يجيلك معلومات كامله عن سبيدي وهو سبيدي وكل حاجه تخص سبيدي. لا لو انا عايز اسال سبيدي نفسه عن المواقع عن المنصات الثانيه فيس او فيس او كده. لا ثواني شركة ايه ثواني مش فيسبوك مش جاي معلومات عنه ثواني حضرتك انا ممكن اتاكد لك. طيب ثواني جرب جوجل طبعا اصل انا مش هحط حاجه زي كده بس اكيد يعني حاطط حاجه عن جوجل. اه جاب لي جوجل بيتكلم عنه بقى يكلمني عنه يديني شركه ايه وبيعمل ايه بالظبط 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 المعلومات التفصيليه عنه. اه طبعا حضرتك ممكن اجرب شركه ثانيه. مشكله ان في شركات اسمائها بتتعارض مع اسماء منتجات يعني مثلا ابل ممكن يفهم ان هي تفاحه. فدي حاجه انا مش حابب اضيفها قوي ان دي حاجه مش هتفيدني في حاجه. طبعا يبقى في دمج بينه وبين شغل اضيف معلومات عن شركات اخرى ما مش تبقى حاجه كويسه جدا. هل ان احنا نقدر نستخدم سبيري مثلا كمرتقى للاصدقاء ولا مش؟ لا هو مش ده مش مجال هو مجال ان هو يبقى مساعد ذكي. هنعمل ملتقى لمبرمجين عشان يساعدوا في تطوير سبيدي. مبرمجين طبعا مبرمجين عرب في مبرمجين جدا خيريين ونفسهم ان هم يعملوا حاجه تفيد البلد. طبعا هيخش على الويب سايت اللي هنعمله ان شاء الله يضيفوا اكواد يضيفوا خدمات عندهم افكار يضيفوها كده. يعني نقدر نقول ان سبيدي اكتر خدمات خدم خدم بالظبط ذكاء صناعي خدم ذكاء صناعي خدم. تمام اللي انت محتاجه من الدوله اكتر عشان الابلكيشن ده يظهر محتاج اولا مساندة الدوله في عمل تعاقدات مع مراكز بحثيه ومراكز علميه بنك المعرفه عشان خاطر ابقى عندي القدره ان انا اجيب معلومات موثوق منها ومعلومات قويه. ومحتاج طبعا ايه ان الدوله يعني ايه تبتدي تتعاقد او تشتغل بقى مع سبيدي هيساعدهم ما هيساعدني. مين اكتر حد شجعك ان انت تشتغل على الابلكيشن ده وان هو يطلع احسن؟ اكيد بابايا ومامتي كانوا واثقين ان انت برغم صغر سنك 16 سنه لكن تقدر تعمل. اكيد طبعا هم اللي اخدوا السنين من اول لحظه لحد دلوقتي. هل لجأت لي مساعدات من الناس اللي هي مثلا مبتكرين او مسرعين؟ اكيد طبعا لا مبرمجين. انا في شخص كان جميل جدا اسمه الله مش متذكر عن فرحي تقريبا هو اللي ساعدني وكان في مشكله ساعدني فيها. يعني المشكله في البرمجه نفسها؟ اكيد برمجه الابلكيشن نفسه او المنصه بتاعتك. اكيد لكن في يعني انت ماشي برضه في طريق ان انت بتحاول ان انت تستفيد من الاكبر من بس اكيد طبعا اكيد ان العلم ملوش حد معين. كل ما يبقى انت عندك علم في علم ربنا بيقول فوق ذو كل ذي علم عليك فوق كل عالم في حد اعلى منه. ما بتقول ايه بقى للشباب المكتشفين الصغيرين او المخترعين الصغيرين او المبرمجين الناس اللي هي عايز تعمل حاجات تطلع بدون زي كده وهي شايفه ان هي صغيره او مش حاجه تسمعها؟ ابتدي واستعد ولو عندك حاجه خايف منها ما تخافش وما تهتمش بكلام الناس يقول لك صعب او كده. ما فيش حاجه صعبه. انا اول ما بدات في تصميم الروبوت ده ما فيش كل الناس كانت تقول لي مستحيل ازاي تعمل روبوت عالمي ازاي تعمل حاجه نفس العالم ازاي دي محتاجه مليارات المعلومات ازاي دي حاجه مستحيله جدا. لكن بالعمل المستمر والتفكير والجهد المبذول ما فيش حاجه صعبه ان شاء الله. ما فيش حاجه صعبه اهم حاجه السعي اكيد طبعا اهم حاجه طبعا تبقى علاقتك حلوه بربنا وتجتهد. انت لك ربنا مش هيديك حاجه غير ما تجتهد عليها. انت قلت لي كمان ان المنصه هنا يعني عليها القران الكريم. طبعا اكيد طبعا واحاديث النبويه والكتب زي البخاري والكوت الحديث وتصحيحهم. يعني كل فئات المجتمع تقدر ان هي تستفيد من المنصه ان شاء الله. ان شاء الله دوله العمل في الفتره القادمه وبتمنى لك التوفيق. شكرا حضرتك. زي ما تابعنا معاكم النهاردة من يوسف يعني أصغر يعني مبرمج في مصر كلها 16 سنة النهاردة بيقدم منصة جديدة يعني بتنافس منصات عالمية كبيرة وبيقول ان هو كمان منصته نقدر نقول ان هي موثقة اكتر او اكثر ثقة وامنة للاطفال والكبار والصغار. حتى الاطفال الصغيرين يقدروا ان هم يتعلموا عليها ازاي يقروا ويكتبوا ويتعلموا عليها حاجات كويسة جدا تفيدهم. كمان الطلبة الخريجين كمان الرياضيين
المرضى يقدروا يدخلوا عليه يقروا التحاليل بتاعتهم او نتائج التحاليل بتاعتهم مش هيحتاجوا الدكتور. كمان الدكاتره كل اي حد في المجتمع يقدر يدخل ويستفيد. محامي عايزه ملخص كتاب، عايزه بحث تعمل في 5 دقائق، عايزه اي معلومه بيرد عليك روبوت في نفس التوقيت وبيقول لك المعلومه اللي انت محتاجها بشكل كامل ووافي على منصه اس بي دي. النهارده اول يوسف يعني اول شخص يعمل منصه باللغه العاميه في مصر كلها وفي العالم كله، اول منصه عالميه تتعمل باللغه العاميه هتكون طالعه من مصر وطبعا وداخل ومن محافظه المنيا تحديدا، واحد من ابناء الصعيد. الصعيد طبعا معروف ان هو بيقدم نماذج كتير جدا من المخترعين والمكتشفين والمبرمجين الكبار، والنهارده احنا مع يوسف يعني مستقبل مشرق، اللي يعني النهارده بيطلب دعم الدوله اكتر ان هي تدعمه في هذا هذه المنصه او الابلكيشن بتاعه ان هو يطلع للنور اكتر ويقدر يطور منه بشكل اكتر. انا كنت معاكم من خلال هذا اللايف مع اصغر يعني نقول مبرمج ومخترع في مصر كلها، يوسف 16 سنه لسه رايح ثانيه ثانوي، وقدم لنا النهارده تفاصيل كافيه جدا عن ابلكيشن سبيدي او منصه سبيدي اللي ان شاء الله تكون منصه عالميه ونفتخر بيه ويكون طالع من مصر ان شاء الله. انا كنت معاكم من خلال هذا اللايف عبير محمود، موقع بصراحه من داخل محافظه المنيا. شكرا لحسن المتابعه.